الحمد لله الكريم المنان عظيم السلطان واسع العلم والإحسان، يقضي بالحق عدلا ويفعل ما يشاء فضلا. أحمده سبحانه وأشكره على واسع رحمته، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. أمره نافذ وحكمه قاطع ووعده صادق، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله أرسله هادياً وبشيراً وجعله للخلق نذيراً. فصلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه الذين جاهدوا في سبيل الله صبراً واحتسبوا في مرضاته أجراً. أما بعد، فأوصيكم ونفسي بتقوى الله، فهي زاد القلوب وسراج الدروب ومفتاح كل خير، بها تنار البصائر وتطمئن الأرواح وتستقيم الجوارح. في خضم تقلبات الحياة وتحدياتها، يجد الإنسان نفسه في حاجة إلى شعور يبدد القلق ويمنحه الطمأنينة والسكينة وتبعد عنه الخوف والشك. مفتاح هذا الشعور هو حسن الظن بالله الذي ينبع من الثقة بحكمة الله في التدبير، والإيمان بأن كل ما يجري في هذا الكون يسير وفق نظام دقيق، والذي يملأ القلب يقيناً بأن الخير حاضر حتى في أشد المصائب، وأن وراء كل محنة حكمة ورحمة، سواء أدركناها في الحال أو تجلت لنا في المآل. ومن امتلأ قلبه بالثقة برحمة الله وعدله وحكمته رأى الفرج قريبا حتى في أهلك الظروف. المؤمن الحسن الظن بربه يمضي قدم مسيرة حياته بطمئنان، موقنا أن الله يعده لمستقبل مشرق، يأمل في رحمة الله وعطاياه التي تفوق الوصف وتتجاوز التوقعات، فتحركه قوة الإيمان إلى السعي والإبداع بشجاعة وتفاؤل. من سنة الحياة الابتلاء الذي يأتي فجأة ليختبر الصبر ويزيد اليقين، وهنا يبرز حسن الظن بالله قوة تحول المحنة إلى منحة والحزن إلى حكمة. المؤمن الواثق بربه يدرك أن الابتلاء عابر، وأن الصبر يعقبه نعمة ترفع قدره أو درس يقربه إلى الله. التوكل على الله غذاء حسن الظن بالله ومصدر عظيم للقوة المعنوية التي تحمي الإنسان من الياس والإحباط في مواجهة الهموم. ومن توكل على الله بصدق تشرف قلبه الثقة بأن الله لن يخذله، بل يرى في الفتن طريقا للنجاح، وفي العقبات سلما للارتقاء، وفي المحن صقلا للذات. يروي لنا القرآن الكريم مشاهد تجسد حسن الظن بالله في أبلغ صوره، فها هي مريم الصديقة في أشد لحظات الضيق، حين ألجاها المخاض إلى جذع النخلة تقول من شدة الكرب: يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا. وكان حسن ظنها بربها راسخا في فؤادها، فاستعاذت بالرحمن من القادم عليها قائلة: إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا. فتتنزل عليها رحمة الله في قوله، فناداها من تحتها: ألا تحزني، قد جعل ربك تحتك سريا. وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا. فكلي واشربي وقري عينا. وفي مشهد يفيض بعظمة الإنسان
حسن الظن بالله تتجلى قصة نبي الله إبراهيم عليه السلام حين ألقي في النار في موقف بدت فيه الظواهر كلها تشير إلى الهلاك المحتم، لكنه بإيمان عميق ويقين مطلق احتمى بحسن التوكل على الله قائلا حسبي الله ونعم الوكيل، فتحولت النار بأمر الله وردا وسلاما شاهدة على عظمة التوكل وثمرات حسن الظن بالله. ويتجلى معنى حسن الظن بالله في حياة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم يوم الهجرة حين كان في الغار مع صاحبه أبي بكر رضي الله عنه، قد حاصرهم الخطر حتى قال أبو بكر رضي الله عنه بوجل أحده نظر تحت قدميه لأبصرنا، فأجاب النبي صلى الله عليه وسلم بطمأنينة اليقين ما ظنك يا أبا بكر باثنين الله ثالثهما، ليؤكد أن القلوب العامرة بحسن الظن بالله لا تهتز أمام الخوف، وازدادت هذه السكينة رسوخا حين قال لا تحزن إن الله معنا. في هذا الموقف درس خالد في التوكل والإيمان بأن الله